لماذا لسان الضفادع طويل جدا؟ كان يا مكان، كان في قديم الزمان، كانت ضفدعة تسمى ماري شارلوت تعيش في أحد المستنقعات. كانت خضراء بالكامل، وكان لسانها أحمر يلتصق. ذات يوم رأت الضفدعة دبابة فقالت لها: أيتها الدبابة الصغيرة، انتبهي سأكلك. لا تأكليني من فضلك، فأنا ظريفة. حاولت الضفدعة التقاطها، لكن وأسفاه، لقد التصق لسانها بحجر. في هذه الأثناء حضر تمساح وقال لها: سأجذبك من ظهرك. صاحت الضفدعة: لا لا، أنا لست في حاجة لمساعدة. لكن التمساح لم ينصت إليها وأخذ يجذبها من ظهرها. يجذبها ويجذبها، وأخذ لسانها يطول ثم يطول، وفجأة انسل لسانها عن الحجر. ومنذ ذلك الوقت ولسان الضفادع طويل تستطيع به اصطياد الذباب عن بعد. Comenius Reggio 2011-2013, porté par la région autonome de la Vallée d'Aoste, Italie, et la mairie du Vigan, France. Projet des contes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme.